قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على منا طمنا على حاله الطقس، وكمان تجاوبنا على سؤال حلقتنا النهارده، كلام الناس بيأثر فيها ولا لا. منا هتقول لك انا مش شايف ايها ناس. صباح الخير منا. صباح الخير يا شاذر. كلام الناس بيأثر فيك يا منا ولا لا؟ الناس مين بشكل عام يعني؟ قالوا ايه؟ لا يعني بشكل عام كلام الناس بيأثر فيك ولا لا؟ قالوا ايه وقالوا لمين؟ ما هو ده ممكن تقوله لنا بقى. قالوا لي انا تبقى مناقشه، ده ما يبقاش كلام ناس. عظيم. لكن قالوه في ظهري ولا كاني سمعت حاجه؟ ما هو ده بقى اللي يقدر يقول لي حاجه يقولها قدامي. ما شاء الله. نتناقش. قلت لك انا مش شايف ايها ناس يعني. لا يعني لو سمعتي كلام حد او راي حد عن حاجه او عن شخص بيأثر فيكي ولا لا؟ هرجع تاني اقول ناس مين وبيقولوا ايه وقالوه في انهي سياق وبانهي الشكل. طب احنا هنتناقش مع بعض في الموضوع ده. اخبار الجو. فكره ان احنا نسمع كلام الناس كده في المطلق ونفضل نقعد نفكر ونحلل ويا ترى يقصدوا ولا ما يقصدوش، اعتقد ان ده مجهود كبير قوي ذهني يعني ان احنا نقعد نعمله. فكره ان احنا نسمع كلام من ناس موثوق فيها او قرايب او اصدقاء او ناس ليهم خبره معانا، عارفين حياتنا وعارفين ظروفنا، احنا شبه بعض، تجاربنا شبه بعض، ده ممكن نقدر نسمع بعض ونتناقش فيه. لكن ناس معديه كده اول مره تشوفنا تقوم قايله لنا اي كومنت او اي تعليق ايا كان، ونقعد بقى نفكر يا ترى بيقولوا كده ليه وليه، اعتقد ان ده تضييع وقت ومجهود كبير جدا على الاغلب فينا. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه في احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون مائل للحراره على القاهره الكبرى وعلى الوجه البحري، وهيكون في امطار متوسطه لغزيره، رعديه احيانا على مطروح والاسكندريه والبحيره وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد. ده طبعا غير ان في فرص امطار متوسطه على مناطق من جنوب الدلتا والقاهره الكبرى ومدن القناه وسيناء وشمال الصعيد. درجه الحراره النهارده في القاهره 29 درجه، اعلى درجه حراره هتكون في اسوان 37 درجه، واقل درجه حراره بما اننا داخلين على فصل الشتاء هتبقى في كاترين 25 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن هنروح على طول لجمانه وشاذلي نبتدي معاهم النهارده فقراتنا واخبارنا. اتفضل يا شاذلي واتفضل يا جمانه. شكرا كمان. شكرا جزيلا، واكيد هنرجع لك تاني على مدار الحلقه. شكرا ليكي.